التهابات الأذن عند الطفل وخصوصا الرضيع ماشي من السهل نعرفوها ونكتشفوها، ولكن عندها أعراض، عندها علامات، وعندها أسباب ومضاعفات، وعندها أكيد علاج. الدكتور عبد الإله المدني أخصائي في طب الأطفال بالرباط معه الجواب. صباح الخير دكتور. دكتور صباح الخير. صباح الخير. كيف صبحتوا؟ الحمد لله. الحمد لله. إذا كما ذكرنا التهاب الأذن عند الرضيع أو الطفل، أنتم كأخصائيين كتعرفوه من خلال إشارات وعلامات كمدخل يعني أو في نطاق تشخيص، شنو هي هذه العلامات وهذه الإشارات؟ اللي كنقولها لوتيت الالتهاب ديال الأذن ولا التعفن ديال الأذن وميكروبات، مثلا نقولوا ميكروبات بحال اللي هضرنا البحر الحلاقم، يا إما بكتيريا يا إما فيروس يا إما طفيليات كتقيس الأذن. الأذن فيها ثلاثة ديال البلايص اللي بغينا نقولوا، كاين الخارجية وكاين اللي في الوسط وكاين الداخلية. وملي كتقاس ديك الطبل ديال الأذن ديك واحد بحال الممبران بحال واحد الجليدة كتكون كتبين كتكون بيضة وكتبين، ملي كتقاس كتولي حمراء وملتهبة. وهذا الشيء كيعطي اعراض، الاعراض كثيره وكثيره بزاف عند الاطفال. لان كتقاس بعض المرات الطفل الصغير ولا التود هذاك ما كيقولكش احودني ولا كيبقى يبكي ما كنعرفوش معاه. كتقاس الطفل يا اما كيبكي، بعض المرات كتكون فيه غير اسهال، بعض المرات كيجي ناشف من الماء، بعض المرات غير سخانه 40. لكن بزاف ديال الاعراض وماشي غير الرضيع، غير اللي عاد تولد حتى ديك العام الاول ولا العام الثاني. لان ماشي لازم تيكون الحريق ولا لازم الاذن كتسيل. اذا هذه الاذن الخارجيه بالضبط دكتور هي اللي كتقاس بهذا لا موين اللي في الوسط الاخرية الوسطى هي اللي كتقاس بزاف هي اللي في هذيك. اذا كيخصنا فين ما نقلبوا شي طفل طبيب الاطفال ديما عنده واحد الاله ديك الكلوتوسكوب المنظار اللي كنشوفوا به الاذن باش نشوفوا ديك الطبل واش بيض ولا ملتهب. اذا كان ملتهب تنقولوا هذه التهاب الاذن. نعم. الأطفال هما أكثر عرضة لهذا الالتهاب دكتور؟ فعلا هما الأكثر عرضة، لأن الأكثرية ديال هذا الالتهاب الأذن تيجي من الالتهاب بالحلق من الفارنجيت اللي كنقولهم، والالتهاب الحلق تيجي أكثر من 95% غير الأطفال. نعم. وعنده شي فصل معين مثلا والأكثرية في هذا الوقت لأن سابقا كاين بزاف الفيروسات كاين بزاف الفيروسات وتنخافوا الأكثرية حنا من لوتيت ديال البكتيريا من الالتهاب الأذن ديال البكتيريا اللي هي عاد مرات كتعطي ديك الأذن اللي كتحل كتولي بحال واحد لابسي اللي كيجمع فيها الكيح ومن بعد كتحل وكتبدا تسير لبرا. حاجة مهمة نقولها قبل ما ننسى دابا هي ملي تكون ديك الأذن كتسير ما خصناش، لأن بزاف ديال الناس كيمشيو للفارماسي ولا كاين منهم راسهم كيقطروا في الأذن، لأن إلا قطرنا في الأذن ديك الكيح اللي غيخرج لبرا تندخلوا للداخل فين كيمشي لنا الغلاف ديال المخ اللي هو السحايا وكيعطينا التهاب السحايا اللي هي الميننجيت. يعني نتجنبوا هذه المساله هذه. ولا كيمشي المور الودن واحد البلاصه سميتها المستويد، واحد العظم مور الودن تيكون خارج وقاصح اللي فيه بحال واحد الثقيبات وتيبقى تما الميكروب تيعطي واحد التعفن تيدخل مع العظم، وبعد المرات كيتحل العظم كيولي كيخرج الكيح كيعطينا اعراض خايبه اللي كتقدر تكون خايبه وخطيره. نعم. وكاين بعض الاسر اللي كتمشي لما هو بعيد كيقول لك طاحوا ليه الودنين غنمشي نهزهم ليه. لا هذا ما الودنين راهم ربي في بلاصته ما تيطيحوا. نعم. زعما هذا اعتقاد شائع فمن عندكم دكتور نوصلوا رساله لهاد الناس هادو اللي كيعتقدوا هاد الاعتقاد هذا. فعلا انت نجوز كاد الجواب بحال تنضحك معاهم وفي نفس الوقت نقول لهم ها شنو كاين. نعم. لان بحال اللي قلتي معتقدات، لان هكاك زي الثقافه ديالنا هكذا. نعم. اذا خص كاين بزاف د الحوايج عندنا زوينين في الثقافه ديالنا وكاين كبعض الاشياء خاطئه خص الواحد يقولها. طيب هذه مرحله اولى في ان الاذن التهبت، هانا مشيت عند طبيبه دكتور باش كتنصحني كيفاش كتعامل مع الوليد، شنو هما المراحل اللي كدوزوا منها انتم كاخصائيين في طب الاطفال باش كتعرفوا على هذا المرض وكتعالجوا؟ انا قلت لك اول حاجه كيجي الطفل بعد ما تيجي كتقول لك بيتني فايق بحرق الودنين. اذا حاله سهله باينه تنطلع للحلق باش نشوف واش غير الودن بوحده ولا حتى الحلق هو اللي مشات التهاب الودن. وبعد بحال اللي قلت لك في التقريبه ديال اي طفل يكون طبيب اطفال ولا طبيب عام ولا لا لازم خصنا نشوفوا الاذن ديال الطفل في التقريبه. نعم. والا بحال ما قلبناش. نعم. لان بحال اللي قلت لك بعض المرات كيجي الطفل غير كيتقيا، بعض المرات غير اسهال، بعض المرات غير سخانه بوحدها. السكان مثلا الرمان. واذا ما قلبناش الاذن ما يمكنناش نعلموا عليها. نعم. ديك الطبل الداخلي ما تيبانش من برا. اذا خص لازم نقلبوا الاذن.
لان الدواء ديالها سهل هو المضادات الحيويه اذا كانت بكتيريا ولا كتسيل ولا هذا والا كنطيحوا امراض خطيره بحال اللي قلت لك الميننجيت اللي هي ديال السحايا ولا هاد المستويديت والاطفال ما يبقاوش يسمعوا اغلبيه ديال الاطفال اللي مشى لهم السمع كان السبب ديالهم كيديروا دي زوتيت وما ما كيداويهاش وكما الاطفال اللي عندهم مرض بان المناعه ناقصه يا اما المضادات الحيويه ولا ديك السيلول اللي كتدافع على المناعه كتكون عندهم ناقصه في بعض الامراض وهذوك مثلا كديما ودنو كتسيل ما تبقاش غير ايبي مره في العام ولا مره كتبقى العام كله ودنو كتسيل هذاك حتى هو خطير وخطير جدا وهنا كنهضر على الجلده اللي مهمه ومهمه في هذا الودنين لان الميكروبات اللي كتقيس هذه الودن وكتعطينا الخطر ديال الميننجيت كلهم عندهم الجلبات ديالهم. نعم. الخصوصيه ديال الجلبه باش كتحميه من الودنين من التهاب السحايا من الالتهاب ديال الرئه ومن الالتهاب ديال السينوس. الى ما وصلتش للاذن او التهاب الاذن العلاج المطلوب يعني بعد 4 ايام مثلا ولا 5 ايام ديال لي زونتيبيوتيك شنو ممكن يوقع لا قدر الله واش ممكن الوليد يفقد السمع ديالو ممكن ينقص شويه الى بقات كتكرر هي فعلا هذه. كل اوتيت كتقدر تنقص واحد شويه من الاذن والى تعاودت كيقدر الطفل يسمع يوصل لانه ما بقاش يسمع في مره نعم هذا هو الخطر ديال هاد لوتيت التهاب لوتيت سي اون اورونس هي حاله مستعجله وقايه ولدي شنو ممكن ندير معاه في الدار ولا في صحته باش ما نوصلوش لهاد الحاله هادي الوقايه انا قلت لك لان جوج الحوايج عاوتاني يمكن لهم يجيو لوتيت هي باراليزي فاسيال بان كاين بعض الاطفال اللي الوجه ديالهم النص ديالو تيولي مشلل والسبب هي الودنين كاين الا دخلت لنا اللغه انتر مشات الودن الداخليه اللي فيها واحد كنسمح لها اللابيرانت اللي هو كيعطينا بان الطفل ما تيدوخش كيجيب على الماس فيه غير الفيرتيج كتكون في الضربيه والسبب هو الاذن ملتهبه وما يمكنش يمشي طول كيولي غادي بحال كيتخروع الوقايه هي بان فيما يكون الطفل في السخانه ولا اي حاجه طولت اكثر من 48 ساعه ولا 24 ساعه الى ما خلعنا الطفل لازم يشوفوا الطبيب باش كيشوف الاذن واش كاينه اوتيت ولا ما كايناش بحال قلت قبيله مع الاسف ما يمكنش غنشوفوا الطفل هكا ونقولوا انت فيك الاذن ولا فيكش الاذن وبحال اللي قلت لك الحريق ديال الاذن تيجي هو الاخر طيب وبغيت نمشي معاك لواحد الموضوع اللي هي الرضاعه الطبيعيه الرضاعة الطبيعية عندها فضل كبير فانها كتساعد على محاربة الالتهاب عفوا مزيانة فعلا نفس الشهور الأولى تيكون الام كدوز كاع ديك المناعه ديالها لي زونتيكور المضادات الحيويه كدوزهم له في الحليب اذا تيحميوه ما تنقولش بان كاع اللي كيرضع ما غيمكنش يدير لوتيت لا غير هي كتقلل شويه غير اذا خدينا 100 كيرضعوا و100 ما تيرضعوش منهم هذوك ال100 اللي كيرضعوا مثلا 10 غيد مثلا 10 غيديروا لوتيت والاخرين 50 غيديروا لوتيت مثلا نعم وبالنسبه لهذيك الهايه والسكاته والرضاعه هذيك خايبه اولا الاسنان ثانيا كتخيب ديك الفك الفوقاني اللي بحال لا داير ثالثا هي طاحت هي تهزات كيكون مصدر التعفن خايبه الاسنان خايبه كتعطي واحد لابليس واحد الضغط في الهال داخل اللي كيلعب على لي تامبون لان كاين الضغط في الفم هو اللي كيخلي ديك التامبون ولا ديك الجلده اللي قلت في الاذن كتحرك كل ما قدر الواحد يتفاداها كل ما مزيان كل ما مزيان دكتور عندك شي اضافه اخرى قبل ما الاضافه هي بان بحال اللي قلت التهاب الاذن كيجي الناس بزاف بانها شي حاجه عاديه ولا سهله ولكن هي خطيره وخطيره جدا لان كتقدر تعطينا امراض اللي كتقدر تعطي تؤدي الموت نعم شكرا لك دكتور المضاعفات شكرا لك دكتور عبد الاله المداني اخصائي في طب الاطفال بالرباط